راينا في الحزب اننا نزكيو السي حسن على اساس انه يقود قافله شيره، يقود هذا الحزب، يقود هذه التجربه الفتيه، التجربه اللي بغيناها عندها تتمينا لتوصيات اللجنه الوطنيه للانتخابات على المستوى المركزي. اليوم دار لقاء على مستوى التشيره، محليه التشيره، وتم لقاء تنصيب او تعيين وكيل لائحه اللي غيخوض بها الحزب غمار الانتخابات المحليه المقبله ان شاء الله بحول الله. كما يعني بناء على تشاور وبناء على عمليه تشاوريه بين الاحياء، بين مجموعه من الاحياء في التشيره اللي فيها تمثيليات ديال الحزب الاصوات المعاصره، وفيها مناضلين اللي وضعوا ثقة في شخصنا. نتمنوا اننا نكونوا قد مسؤوليه ونكونوا قد مسؤوليه وقد الاشكالات الكبرى اللي تعاني منهم بلد جماعه ديال الشارع الجهاديه. التدبير الجماعي ليس بالامر السهل بقدر ما هو مجموعه من التراكمات ومجموعه من التجارب. يعني من 92 لحدود الساعه التدبير الجماعي ديال الشارع في التقسيم الاداري ديالها يصعب الحديث عليها حاليا، ولكن نجدد الشكر والتقدير لكل المناضلين والمناضلات اللي وضعوا فيها الثقه وشرفوني او كلفوني نقود اللائحه المحليه للحزب في غمار الانتخابات المقبله ان شاء الله بحول الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، كنشكر جريده صوتكم على هذا الانترفيو، فرحانه بزاف حيت اختارني حزب الاصاله والمعاصره كوكيله لائحه. ان شاء الله نتمنى انني نكون قد هذه المسؤوليه، وان شاء الله نعطي لهذا الحزب واحد الشحنه ونعطيه واحد ان شاء الله واحد الاضافه باش ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه الاستحقاقات المقبله. وشكرا للمناضلين اللي في الحزب، وشكرا للناس اللي اختاروني، لجميع الهيئات الحزبيه. تنشكروا موقع صوتكم على الاهتمام ديالو بالشان المحلي بمدينه التشيره. إذن اليوم تنعقدوا واحد الاجتماع ديال الأمانة المحلية في التشيرة اللي قررت من محض إرادتها باش يزكيو السي حسن بن يزيد كوكيل لائحة الانتخابات الجماعية بمدينة التشيرة، كما زكت العنصر النسوي والسيدة فاطمة كيوان. وحنا ما عندنا لا في الامانه الجهويه ولا في المكتب السياسي الا نصفقوا لهذا الاختيار، واظن انه اختيار في محله لما لهذا الاخوان من تجربه ومن الحنكه لا في التسيير الجماعي ولا في الميدان الاجتماعي عامه وفي الجمعوي. واليوم تنعلنوا رسميا ان هاد الاخوان هما الوكلاء ديال اللوائح في مدينه التشيره، وكنتمنوا لهم كل التوفيق، وكنطلب من الاخوات والاخوان المناضلات والمناضلين باش يساندوهم بقوه، وحنا ما يلقاو منا كحزب الا الدعم في جميع مراحل هذه الاستحقاقات المقبله. والشكر. اليوم نحن بصدد تقديم وكلاء اللوائح عن الحزب بجماعه التشيره الجهاديه اللي بهذا الحفل كنكونوا استكملنا جميع الجماعات الترابيه المكونه للاقليم، واللي عينا فيهم وكلاء اللوائح السي حسن بن يزيد اللي معروف عليه بالنضال ديالو في الحركه الامازيغيه والنضال ديالو في المجتمع المدني بالمدينه، زياده على الاخت فاطمه كيوان اللي كان اللي كان اللي كان اللي حتى هي فاعله مدنيه واللي غتخوض تجربه لقياده اللائحه النسائيه بالتشيره الجهاديه، واللي كنتمناو لهم ان التجربه تكون في مستوى التطلعات ديال المدينه. وكنشكركم التغطيه ديال هذا الحفل، وتحيه وشكرا.